استاد الحياة. استاد الحياة برنامج أسبوعي نتناولوا فيه أخبار الملاعب وجديد عالم الرياضة، أخبار الشبيبة والرابطة الثانية والأولى، نتائج الدوريات المحلية والبطولة العالمية، وآخر أخبار النوادي والفرق التونسية في مختلف الاختصاصات. هذا الكل في استاد الحياة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 أو اللي يتابعوا فينا على الصفحة الخاصة للإذاعة. برنامج استاد الحياة كالعادة يجيكم من 3 للستة متاع العشية، باش نتناولوا فيه عدة مواضيع: العودة للألعاب الفردية، التنس، كرة اليد وكرة القدم. تلت 3 ساعات باش نتناولوا فيها أخبار جديدة ونتائج إيجابية لأبطالنا في تونس وخارج تونس. البداية بالألعاب الفردية من فرنسا، جينا أخبار سارة. دليلة اللواتي تفوز بسباق ضحية باريس في 3000 متر، حيث فازت التونسية دليلة بسباق 3000 متر اللي احتضنته مدينة باريس على مضمار بطولة إيل دو فرانس في سنفي، يعني ما بين 60 و 64 سنة. ورغم التعب المتواصل والتتالي الإصابات، إلا أنه دليلة تفوز بالميدالية الذهبية. بأكثر تفاصيل مباشرة من فرنسا معنا البطلة التونسية دليلة الواتي. مرحبا بك. وبيك أكثر سي عبد الله، ومرحبا بأستاذ الحياة، ومشكورة على التدخل هذايا كل مرة، يعني فاجئوني. مرحبا بكم. شكرا لك. أكيد نفرحوا برشا كي تجينا أخبار سارة، خاصة من الجالية التونسية بالخارج، بما أنك تشرف الراية التونسية وفوزك بالميدالية الذهبية، خاصة للمشاركة يوم أمس بمدينة باريس على مضمار بطولة إيل دو فرانس، خاصة الأعمار اللي تتراوح ما بين 60 سنة و 64 سنة، يعني حاجة باهية برشا. ورغم الإصابات، لأنك تمكنت من الإحراز على الميدالية الذهبية. والله شو نقول لك، هو تحذيرات ديما متواصلة مع المدرب نتاعي سيد نوردين كمون. بون، الضربة عندي هي من قبل وتحيرت لي في ركبتي. الحمد لله، معناتها أنا هبطت 5 أيام لتونس، ارتحت تريف فهمت، ورجعت معناتها يعني 5 أيام يعني ما خدمتش، جيست قعدت مرتاحة في تونس ورجعت. بون، معناتها يعني وربحت السباق هذا 3000 متر بطولة إيل دو فرانس. بون، كعداء تونسية أنا البارح ما عنديش الحق نجري بمريو تونس، خاطر بطولة فرنسا هذيا تعرف إذا نتقمصوا معناتها اللي مايوم تاع الفريق نتاعنا. لكن من بعد لبست المريو المكتوب فيه تونيزيا، وتصورت به معناتها في الصاد، الناس الكل شافوا ويعرفوا لي أنا جنسية تونسية. معناتها فرحت برشا، ولي أنا مازلت معناتها تحضيرات مازالت متواصلة، وهذا أول سباق ليا من جانبي. أنا جريت في جانبي، جريت بطولة الديباركمونتال نتاع زادا نتاع باريس فهمت، وربحت فيه، دخلت عملت المرتبة الثانية وقتها. ومن جانبي أول سباق ليا على المضمار، أنا عندي أكثر من 10 سنوات ما نجريش على المضمار، معناتها جيتني شوية صعيبة وما لقيتش معناتها النسق العادي. شوية بشوية فهمت، إن شاء الله مازالوا معناتها جريت أخرين، وإن شاء الله نزيدوا نحسنوا، خاطر بون الوقت معناتها المنافسات ضعيفة معايا ماهمش قويات. قعدت عملتها كيما تيست فهمت، ما فماش نسق قوي. إن شاء الله يوم 19 جوان فما عندنا ميتينغ انترناسيونال اسمه لي 15 كيلومتر شاتو دو فرساي، ان شاء الله باش نلبس مريو لتونس نجري باسم تونس. هو رقم تقدم في السن مدام دليله، وانه السباق القانون يقول لك ما بين 60 ل 64 سنه، اللي مش موجود في تونس، يعني خلينا نقولوا احنا في التظاهرات التونسيه، موجود كان في فرنسا وفي البطولات العالميه. الا انه حاجه باهيه برشا انه الانسان حتى من الجانب الصحي يكون ديما نفسانيا، والاعداد البدني يكون حاضر، والانسان التغذيه السليمه يخليه موفق حتى في البطولات العالميه. ولا ان شاء الله، ايش نقول لك، باش نقول لك حاجه، ولا عندنا بنات في تونس راه فهمت،
الصنف نتاعي موجود كثره في تونس. فما فهمتني ان شاء الله زاد فما بطوله تونسيه باش تقع في على المضمار بطوله تونس لي ماستر من 35 سنه ما فوق في شهر جويليا، لكن انا وقتها موجوده في بطوله العالم في الفنلند ما نجمش نهبط نشارك. فوالا وان شاء الله معناتها نحسنوا اوقاتنا بال معناتها بالمنافسات اللي باش يقعوا معناتها في المستقبل، وديما ان شاء الله نقولوا ديما نعملوا ام احسن فهمتوا خير. بالمناسبه سامحني سي عبد الله، بالمناسبه نتاع 19 جوان يعني نجري باسم تونس مش نشرف الديوان السياحي التونسي المشكور اللي معناتها عطاني الثقه وباش نجري باسمه. حاجه باهيه برشا يعيشك. هو اعطينا لمحه مدام دليل على بطوله العالم، ان شاء الله بطوله قويه برشا مش تكون ان شاء الله في جويلة، اعطينا لمحه عليها واخر تحذيرات نتاعك انت. والله انت تقول بطوله العالم وانا قلبي يضرب. والله عندي برشا منافسات معناتها قويين فهمت، عندي البرتغيز وعندي هذه روزا موتا بطله اولمبيه، وعندي زوز انجليز وعندي زوز كنديان وزوز من فنلندا. والله ان شاء الله معناتها شو نقول لك، ان شاء الله نتنافس معاهم وربي معايا. فهمت تحضيرات كما قلت لك متواصله رغم الاصابه نتاعي، عندي الاسبوع الجاي عندي زريقه فهمت الحمد لله بين معناتها كما يقولوا ايادي امينه. عندي هذايا سان بروفيسور هو الطبيب نتاع الفريق الوطني الفرنسي لكرة اليد، معناتها هو اللي ماخذني معاه. ان شاء الله معناتها الزريقة تعطي مفعولها ونكمل كما قلت لك التحضيرات مازالت ما فاتش. توا يلزم هي تحضيرات في نفس الوقت نشارك في مسابقات، خاطر تعمل تحضيرات وما تعملش مسابقات كأنك ما عملت شيء. يلزم توا المسابقات يعني على الاقل قبل على الاقل قبل البطوله العالميه على الاقل نعمل خمسه معناتها سباقات. هو ذاك علاش لازم يكون فما برنامج تاهيلي ومسابقات باش تكون حاضر على الاقل في البطوله العالميه. صحيح هكاك، انا جرينا البارح توا في البرنامج عندي 19 جوان قاعده عندي مدرب اخر هنا مدربي السيد ديديو بيرسون تاع الفريق الاسكريتي نتاعي، معناتها باش نشوفوا نلقاو شي سباق قبل 19 جوان فهمتني ولا اثنين يعني باش نشارك فيهم، وبعد نشارك في 19 جوان، بعد 19 جوان نجري سباق قصير وكهو معناتها ونرتاحوا للبطوله العالميه. هل تعتبروا هذا كافي للتحضيرات؟ اكيد كافي لاباس لاباس، خاطر انا قاعده نحضر للبطوله العالميه هذيا واللي قبلها اللي معناتها انيولي بالكوفيد اللي صار فهمت، عنا عامين ما فماش مسابقات ماهوش غلطتنا معناتها الحمد لله توا اللي رجعوا السباقات والكل. كون دو في معناتها بالنسبه للتحضيرات انا حاضره، شنو اللي ناقص؟ ناقصني لي كومبيتيسيون، يلزم لي كومبيتيسيون خاطر من غير كومبيتيسيون ما تنجمش، خاطر باش تهبط يعني ديريكت تهبط بطوله عالميه مش باش تلقى روحك، ما عندكش سباقات في ساقيك ضعت فهمت، ما فماش النسق اللي انت كنت تجري بيه وذاك اللي انا البارح ما لقيتوش فهمت، ضايع مازال ضايع ليا لاليور دو كومبيتيسيون سميه سامحني ما لقيتهاش بالعربي ما عنديش في ساقي. حكيت مع المدرب نتاعي وكل البارح لي يعطيه الصحه مره اخرى، رفع لي المورال نتاعي وقال لي عادي فهمت عادي كل عداء ولا عداء معناتها واقفه عامين يتدرب وما عندوش معناتها مش يشارك في سباقات اكيد يضيع فهمت. ان شاء الله بشوي بشوي كما قلت لك نلقاو النسق نتاعنا ومن هون البطوله العالميه نبداو حاضرين وان شاء الله بون نحاولوا نعملوا ميداليه، اما صعيب على مع الـ مع البنات هذوما ما شاء الله عليهم فهمت، هما قاعدين كما حكيت لك المره الاخرى تربصات في الالتيتود وما همش يخدموا كما نخدم انا وكل، معناتها انا نكمل خدمتي نمشي نتدرب
معناتها صعيب الرياضه يلزمها راحه، اي رياضه لازم تكون مرتاح بدنيا ونفسانيا. انا بدنيا ونفسانيا مانيش مرتاح. ان شاء الله تكون حاضره في بطوله العالم نفسانيا وبدنيا ان شاء الله. ان شاء الله باذن شكرا الله. ليك شكرا ليك يعيشك يا عبد الله وبارك الله فيكم على التدخل هذايا مره اخرى، وان شاء الله نكون عند حسن الظن معناتها نتاعكم وتونس ونرفع راية تونس في العلالي، وان شاء الله يا ربي ديما راية تونس تونس معناتها مني انا ولا من هاك تشوف ما شاء الله معناتها اون جابر معناتها كيفاش المرأة التونسية معناتها كيفاش يعني عالميا اون سوليت معناتها تقدمت ولا فاتيام مونديال ما شاء الله. وان شاء الله تحية كبرى للمرأة التونسية، وان شاء الله المرأة التونسية ديما ترفع الراية التونسية، وان شاء الله ديما في العلالي، وان شاء الله رياضتنا ديما مرفوعة وعلمنا ديما مرفوع. وشكرا مرة أخرى وبارك الله فيكم، تحياتي من باريس وخاصة من مدينة كريتاي. شكرا لك شكرا لك مدام دليلة الواتي العدائة الدولية فوزها يوم أمس بالميدالية الذهبية 3000 متر في فرنسا والإعداد لبطولة العالم. إن شاء الله حظ موفق للعدائة التونسية ابنة الزهرة، حظ موفق. مازلنا مستمعينا الكرام باش نواصلوا معاكم حتى للستة، قبل هذا نمشيو الفاصل غير إيه ثم نرجع استاد الحياة. استاد الحياة 33 دقيقة بعد ما ثلاثة، عودة من جديد في استاد الحياة اللي مازلنا متواصلين معاكم من ما ثلاثة حتى للستة نتاع العشية. أجواء كبيرة خاصة أنه اليوم باش نتناولوا عدة مواضيع، بديناها في الجزء الأول تتويج دليلة الواتي تفوز بسباق ضحية باريس 3000 متر سن 60 إلى 64 سنة وحصول على الميدالية الذهبية ماستر، وستشارك في بطولة العالم بي فنلندا. وأكيد توا باش يكون متواجد معنا مباشرة من سوسة المدير الفني لنادي التنس بالقيروان ماهر بغنمي للحديث على الدورة وكذلك على باركور أنس جابر بالرغم الانهزام في اللقاء النهائي، إلا أنها أدت مقابلة محترمة. وكذلك طيلة الدورات السابقة تحصلت أنس جابر على اللقب في دورات سابقة خاصة دورة مدريد، وللأسف في دورة روما تصل للنهائي ثم تنسحب. أكثر تفاصيل مع المدير الفني سمير بوغنيم. مرحبا بك ماهر. عبد الله مرحبا بك، مرحبا بمستمعين إذاعة حياة الفن. مرحبا بك. أكيد منذ قليل أنس جابر للأسف تنهزم وفي الدور النهائي بالنسبة لدورة روما، لكن أنس جابر تحصلت على دورة مدريد وفي العموم قدمت مستويات طيبة. صحيح اليوم أنس جابر خسرت في الدور النهائي بتاع دورة روما، لكن الحقيقة عملت جمعتين في مستوى عالي وعالي جدا، ربحت البارح في الدمي فينال اللعبة ساكاري وخذت الروفانش نتاعها، اليوم خسرت مع رقم واحد في العالم ما نساوش سويتيك اللي هي أقوى لعبة اليوم في العالم. نتيجة الحقيقة مشرفة، وإن شاء الله معناها أنس جابر الجمعة الجاية بيشارك في بطولة رولان غاروس، خمسة أكبر دورات في العالم بطولة الجران سلام، وإن شاء الله تعمل لنا حاجة باهية وإحنا كل فرحانين بها وإن شاء الله ربي يوفقها. هو أكيد ماهر أنه أنس ضمنت المركز السادس عالميا، حاجة باهية برشا. شو حاجة باهية برشا، هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه اليوم في عبد الله معناها حلم، حلم معناها كان نرجعوا 10 ولا 20 سنة التالي نقولوا باش تجينا بنية توصل سادسة في العالم ما صدقوش. دونك اللي عاد عمل فيه اليوم أنس جابر معجزة وحاجة معناها الحقيقة ما تنجم كان تكون فخر لينا وللتوانسة الكل، وإن شاء الله معناها اللي تعمل فيه أنس جابر اليوم يكون حاجة معناها تشجع الناس الكل وناخذ ثقة في رواحنا أكثر اللي راهو نجمه، وخاصة خاصة بإطار فني تونسي نحب نوجه له التحية المدرب نتاعها سي عصام الجلالي وزوجها والمعد البدني نتاعها سي كريم كمون، نجمنا نخلطوا معناها للعالمية وهذا ما نجم يكون كان فخر معناها لينا الكل، وإن شاء الله ربي يوفقها. إن شاء الله ربي يوفقها. أنه ماهر الدورات هذه هي مناسبة جيدة جدا للتحضيرات للدورة العالمية الكبيرة. صحيح الدورة هذه هي آخر دورة في السيركوي دو بريباراسيون للتورنوا نتاع رولان غاروس، دونك لي دو تورنوا الحقيقة أنس
يظهر لي ما نجموش نتمناه ونتائج خير من هكا. اليوم البنيه معناها عملت فايز بدوره مدريد وخطت لدور النهائي، دونك هذا احسن تحذير لدوره رولان جاروس، وان شاء الله كيما هزتها انس اكل عام في الجونيور وفاز بالدوره هذه في اصناف الشبان اقل من 18 سنه، ان شاء الله اليوم تتمكن من الفوز بالدوره هذه في اصناف الاكابر، وهكاك معناها نكون اول تونسيه واول عربيه واول افريقيه تحصل معناها على دوره الجراند سلام. ان شاء الله نتمنوا التوفيق لانس جبر اللي بصراحه يعني تقدم ملحوظ جدا رغم تتالي الاصابات. انس جبر تتقدم في التصنيف من العاشر الى السابع ثم للمركز السادس عالمي. ان شاء الله انس جبر كل مره رواه تقدم في الترتيب العالمي. هذه صفحه توينه بالنسبه لانس جابر. باش نحكيو توا ماهر على الدوره الدوليه نيفو 5 اللي نظمها نادي تنس بالقيروان تحت رعايه الجامعه التونسيه والجامعه العالميه للتنس بالنسبه للاواسط. صحيح، اليوم نادي تنس بالقيروان يحتضن الدوره الدوليه الاولى في تاريخ النادي للاواسط اقل من 18 سنه، دوره تحت رعايه الجامعه التونسيه للتنس والجامعه العالميه للتنس. الدورة هذه بدأت اليوم في الدور التمهيدية، دورة باش تكون لمدة أسبوع كامل، دونك إن شاء الله الأدوار النهائية يوم الأحد 22 ماي يكون معناها يوم اختتام الدورة. هو هار أكيد الاختتام فكرة على بالنسبة للفرق المشاركة في خاصة أنو في سوسة بداو، هل أنو ماهر القائمة بالنسبة لنادي تنس بالقيروان الضم يعني أسماء قادرة على التألق والبروز في هذه الدورة؟ صحيح، الدورة هذه تحتضن أكثر من 128 لاعب ولاعبة، فيها نقولوا نحن الجراد نتاعها جراد 5 في قوة الدورة هذه، أكثر من 11 بلد مشارك. على سبيل الذكر معناها للحصر فرنسا، ايطاليا، سلوفاكيا، روسيا، عندنا زاده من سويسرا، عندنا من المغرب، دونك بمعدل 28 لاعب اجنبي ولاعب مشاركين في الدوره هذه، والحقيقه مستوى عالي في الدوره هذه، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لعناصر المنتخب الوطني وان شاء الله يتالقوا في الدوره هذه. هو في اليوم الاول ماهر، هل انه يعني نادي تنس بالقيروان هل انه فما مشاركين شاركوا خاصه في الدور في اليوم الاول ولا مازالوا ما دخلوش في المسابقه؟ نادي تنس بالقيروان ان شاء الله في الدوره هذه باش يكون ممثل من زوز لاعبين، عندنا اللعبه اميمه النبتي اللي باش تشارك ان شاء الله في الادوار النهائيه، وعندنا ان شاء الله اللاعب ريان البرقاوي باش يشارك في الادوار النهائيه في الصنف الذكور. هذوما ان شاء الله يبداو من يوم الثلاثاء تبدا تصفيات النهائيه. ان شاء الله بالتوفيق لاميمه وريان. فكره ماهر على الدوره نتاع الشبان اشبال الصغار بالنسبه لنادي تنس بالقيروانه، حكينا الاسبوع الفارط على الدوره اللي مش تصير خاصه باشبال نادي تنس بالقيروان، شنو اخر الاخبار؟ اليوم الحقيقة وقع اختتام دورة الأشبال بين تنس بالقيروان 6 و7 سنوات، اللي هي أول الدورات اللي يبدأ بهم الرياضي في عمر صغير، دونك الدورة هذه تحت رعاية الجامعة التونسية للتنس، وانتهت اليوم بمشاركة 101 معناها لاعب ولاعبة من الأصناف الشبان. الحقيقة تعدى في جو عائلي وتعديت الدورة معناها في جو باهي. الاهداف نتاع الدورات هذه كونه هو نحاولوا نغرموا الصغيرات ونسنسوهم بالكومبيتيشن ويعرفوا معناها يحسبوا سكور ويعرفوا شنو هو جوج اربيتر ويعرفوا شنو معناها حكم الدوره ويعرفوا شنو معناها ربح ويعرفوا شنو معناها خساره. هذا هو هدف الدورات هذه، ما زالت ماهيش دورات كما الدورات اللي نشوفوها معناها في اصناف اكبر شويه. فالدورات التحضيريه هذه للصغار تعديت الحقيقه في ظروف طيبه وطيبه جدا، وان شاء الله نتمناو على شلاه من الصغيرات هذوما نشوفوا ابطال كيما انس ولا كيما ملك الجزيري غدوه في الايمان. ان شاء الله حظ موفق للابطال خاصه لنادي تنس بالقيروان. مير مازلنا نحن باش نبقاو متواصلين وباش نتابعوا الدوره الدوليه بالنسبه لنظمتها نادي تنس بالقيروان التي تقام في سوسه. ان شاء الله تكون حاضره معنا انت في بقيه البرامج الرياضيه وكذلك في بقيه نشراتنا الرياضيه. شكرا لك ماهر والى اللقاء.
الى اللقاء يا عبد الله، الى اللقاء. اكيد المدير الفني لنادي تنس بالقيروان اعطانا اكثر معطيات على اليوم الاول بالنسبه للدوره الدوليه نيفو 5 لنظام نادي تنس بالقيروان تحت رعايه الجامعه التونسيه والجامعه العالميه للتنس. زوز لاعبين اميمن نفزي وريان برقاوي اللي باش يدخلوا في السباق، كما قال ماهر 128 لاعب ولاعبه 11 بلد مشارك كما قال على سبيل الذكر، فرنسا، ايطاليا، روسيا، سويسرا، المغرب، يعني 28 لاعب اجنبي. ما زلنا مواصلين معكم حتى للسته، ما تبعدوش لبعيد، برونشي على 93.3. نخرجوا الفاصل الغنائي ثم نرجع للبلاتو. استاد الحياه، استاد الحياه. ما زلنا مواصلين حتى للسته متاع العشيه في استاد الحياة. أكيد برنامجنا اليوم حكينا على رياضة التنس وكذلك العداء الدولية دليلة الواتي اللي شرفت الراية التونسية، رياضة جديدة ربما الرياضة هذه أول مرة باش يكتشفوها السادة المستمعين، هي رياضة البوتشيا. رياضة البوتشيا باش نرجعوا للملتقى الوطني للبوتشيا، منافسات اليوم الأول يوم أمس بالقاعة المغطاة بعين دراهم، الدورة اللي تكون من 13 ل 14 15 ماي يعني اليوم الختام. أكثر تفاصيل باش تكون معنا رئيسة جمعية التحدي مدام سونيا الزيتوني، مرحبا بك. وبيك مرحبا. مرحبا بك. أكيد ملتقى الوطني للبوتشيا اللي كان يوم أمس خلينا نقوله نتائج طيبة بالنسبة للجمعية متاعكم، هو اللي بدأ يوم 13 ماي. أكيد الرياضة هذه ربما برشا يسمع توا اللي يسمعوا فينا خاصة في البرنامج، رياضة البوتشيا أول مرة نسمع بها رياضة البوتشيا، أعطينا فكرة مدام على الرياضة هذه. البوتشيا هو رياضة تركز على قوة الذكاء وعلى التركيز، ما تركزش على قوة البدن. يلعبوها دو أتليت، معناها كل واحد بكور، فما كور 13 كورة في ساك، كور حمر وكور زرق والكورة البيضة اللي هي كرة الهدف. يلعبوا على سكار، يخدموا برشا على الذكاء. هو للتوضيح مدام قبل ما تكمل، للتوضيح انه اللعبه هذه يلعبوها يعني من ذوي الكره الحديديه، اي كره حديديه اللي توا انت رئيسه جمعيه التحدي لذوي الاحتياجات الخصوصيه. ولو انا توا لنا نقولوا من ذوي الهمم خاطر يستاهلوها بصراحه على اجازاتهم الكبيره وتشريفهم للبلاد، بصراحه يستاهلوها. احنا كجمعيه عمرها 5 سنين، عملنا انجازات كبيره، ميداليات ذهبيه على مدى 5 سنوات، بطولة مشاركة، بطولة عربية، وكذلك عندنا شكون ترشح في المنتخب، منتخب وطني إن شاء الله يشارك 2024. عندنا كذلك اليوم خذينا ميدالية فضية في بطولة وطنية وترشح للبطولة العربية. هو مدام عدد المجازين بالنسبة للرياضة هذه بالنسبة للجمعية نتاعكم؟ عندنا 15 مجاز. 15 مجاز معناها نومبر كبير بالنسبة للولايات الأخرى، يسمى نومبر كبير برشا. هذه بوتشيا بركة معناها 15. هو طيلة 5 سنوات أبرز النتائج اللي حققتوها طيلة 5 سنوات بالنسبة للجمعية نتاعكم؟ أبرز النتائج أن كل عام ناخذ ميداليات معناها نتاع التدين، ذهبية وفضية وبرونزي. بالنسبة للبوتشيا كانت ذهبية كعام. وعملنا بطولة عربية في البوتشيا زادة كيف شاركنا قبل بطولة عربية، هذه المشاركة الثانية بطولة عربية بالنسبة لجمعية التحدي الرياضي بجاف. فماش مشاركات إن شاء الله اللي مالين نراوكم تشاركوا حتى في البطولات الإفريقية والعالمية مدام؟ أكيد أكيد أكيد، هو بالتسلسل يصير بطولة عربية ومن بعد بطولات عالمية إن شاء الله. فكرة مدام على الدورة الوطنية للرياضة هذه خاصة أنها المنافسات كانت في عين دراهم، فكرة على الجمعيات المشاركة وتعطينا فكرة كاملة على الأيام اللي شاركتوا فيها في الدورة، كيفاش كان التنظيم، كيفاش كانت الأجواء غادي؟ كانت أجواء أكثر من رائعة صراحة، وتنظيم محكم وتفرهد الصغيرات على مدى 3 أيام، يسموا 3 أيام عندهم في نزل نور العين، وكانت المباريات تصير في المركب
مركب رياضي دارين دراهم وشركة أغلبية الولايات معناها في الجمهورية وتعطت مباراة شيقة على تنجمشي مدام تعطينا أبرز الفرق اللي يشاركوا من مختلف الولايات؟ نقول لك التصنيف اللي صار اللي يشاركوا هما تصنيف بي سي أو بي سي دو بي سي تروا بي سي كات هذوما اللي مخاولة لهم أنهم يشاركوا في البطولة العربية على ولايات معناها واضح. وبالنسبة للموارد المالية والأمور اللوجستية أموركم مريقلة ولا ناقصين شوية دعم هذا؟ بالنسبة للأمور المالية مش ناقصين بركة شوية دعم ناقصين برشا دعم برشا دعم يعني ما وصلنا بالجانة شاركنا في البطولة الوطنية كان بجهد جهيد ومجهود شخصي بصراحة ما لقيناش دعم. هو ان شاء الله فرصه بما انه يعني من ذوي الهمام اللي قاعدين يقدموا في نتائج ممتازه جدا ويشرفوا في الرايه التونسي وباش تشاركوا انتم في البطوله العربيه. نداء للسلطات المحليه والجهويه اكيد النهوض بالرياضه وكذلك لوزاره الشباب والرياضه حتى لفته كريمه للجمعيات هذه من اجل الدعم المادي ومحاوله الترفيه في المنحه السنويه اللي هي ما تكفيش حتى دو بلاسمون في العام. يعني جمعية تاخذ 4 ملايين في العام كمنحة شوية برا شوية السلطات الجهوية تقول الولاية مليون ونص ولا ما تعطي في جملة ولا البلدية ساعات معناها تاخذ دعم معناها بصراحة فما تقصير كبير بصراحة. شنو الميساج اللي تحب توصله له مدام صانية؟ نهوض بصراحة برياض ذوي الهمم. إن شاء الله الميساج نتاعك وصل. في الختام على شكون تحب تسلم؟ والله على شكون نسلم؟ نسلم على الوليدات عندي في الجمعيه اللي هما ما حضروش نقول لهم ان شاء الله فرصه قادمه وكاو. هذه فرصه مدام ان شاء الله تكون حاضره بحذانا في قادم المواعيد خاصه في قادم الحصص والبرامج الرياضيه باش نزيدوا نعرفوا برياضه البوتش هذه رياضه جديده خاصة أنه أنتم في الجنوب خاصة في قفصة رياضة قاعدة تتألق برشا بما أنه أكيد من خلال المداخلة هذه بصراحة نحب نوجه تحية كبيرة لجمعيتنا جمعية التحدي الرياضي بقفصة اللي أبرز التحدي كبير برشا إنجازات مشرفة وإن شاء الله إن شاء الله تكون فما لفتة كريمة بصراحة للجمعية هذه ان شاء الله ان شاء الله تكون لفته كريمه من خلال السلطات خاصه انه تشجيع كبير للرياضات الجماعيه هي اللي قاعده تشرف في الرايه التونسيه واللي ترفع في رؤوس التوانسه الكل خاصه الالعاب الفرديه. شكرا لك مدام سونيا الزيتوني على هذا التدخل نتاعك رئيسه الجمعيه التحدي الرياضي بقفص لرياضه البوتشيا و نتائج ممتازه خاصه المنافسات اللي دارت في قاع المغطاة بعين دراهم. شكرا لك مره اخرى. هكا نخرج الفاصل الغنائي ثم نرجع للبلاتو من جديد. استاد الحياه استاد الحياه 17 دقيقه بعد الاربعة مازلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام حتى للستة. شكر خاص اللي قاعدين يتفاعلوا معنا حاليا في البلاتو استاد الحياه اللي قاعدين يتابعوا فينا على 93 واللي يتابعوا فينا على الصفحه الخاصه للاذاعه. باش نحكيوا على كره اليد والانتخابات اللي صارت يوم امس ورسمين فوز قائمه السيد كريم الهلالي قائمه الاصلاح او نعطي الاسماء الاعضاء الفائزين بالنسبه للقائمه هذه بل ما نستقبل المكالمه الهاتفيه. السيد كريم الهلالي رئيس القائمه احمد الجمل سامي الحمرون نجيب الشعبوني مدام ليلى زراع حمادي كراولي عدنان لاويين حلمي الحامدي محمد القنت هاله العجيمي هيثم السوسي زياد النطاط عبد الحميد الكيلاني حياه الفزاني اكرام الشاوش ونجيب الشريف. مره اخرى مبروك لقائمه السيد كريم الهلالي رئيس جديد للجامعه التونسيه لكره اليد وسعيد جدا باستقبال المكالمة الهاتفية مدام ليلى زراع عضوة بقائمة الأسلاح والفائزة في الانتخابات يوم أمس. مرحبا بك مرة أخرى مدام ليلى. مرحبا بك عايش ربي فضلك وشكرا على الاستضافة. لا شكر على واجب. ألف مبروك مرة أخرى قائمة الأسلاح يعني عودة من جديد
للانتخابات والفوز في القائمة متاعكم، خاصة أنه التسابق مع منافس آخر سيد كريم لهليل أكيد غني عن كل تعريف وسبق له في السابق ترأس الجامعة بالنسبة لكرة اليد والعودة من جديد وأسماء كبيرة برشا، خاصة أنه مدام ليلى كلها أصحاب خبرة خاصة اللي كنت نسامي في الأسماء تبارك الله الكل خدم وقبل في المجال الرياضي. أي الكل وخاين الكل أعضاء في القائمة نتاعنا كلهم أمروا رؤساء جمعيات وإلا كانوا في الرابطات وإلا كانوا أعضاء جامعيين معناها دونك ولا لاعبين معناها. أنا مثلا كنت لاعبة دولية سابقا في الفريق القومي قائدة الفريق في آخر أواخر الكارير بتاعي وكنت عضوة جامعية في البريود نتاع سي كريم الهليل المرة الأخرى من 12 حتى 16 من 2012 ل 2016 دونك تبارك الله الخير الكل معناها عندهم مجال في التسيير ومجال معناها عندهم معرفة كبيرة بكرة اليد وباللي يدور بكرة اليد دونك إن شاء الله ربي يوفقنا. نشكرك حسين على المبروك ساعة بفضلك يبارك فيك و دونك الحمد لله البارح معناها انصفنا الحظ وكنا معناها سباقين وتعرفوا لي ربحنا بسكور كمان كبير على خاطر الخاين الكل خذينا احنا ساعة الليسة متاعنا كلها من الجهات الجمهورية الكل خذينا من مدنين خذينا من كفسة خذينا من صفاقس خذينا من الساحل ساب الناس خذينا من الكابون خذينا من الشمال تاع تونس ومن تونس بيانسور ثلاثة والأربعة معناها الخاين الكل متفرقين من كل واحد معناها باش نجم يعالج المشاكل والا باش يعاون الجمعيات اللي موجودين في الجهات نتاعهم دونك ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله نخرجوا تعرفوا الناس الكل اللي الوضعيه نتاع الجامعه التونسيه لكره اليد متضرره برشا معناها معناها فما ديون متخلطة كبيرة ياسر اللي هي تقارب 4 مليارات اللي بارح حكاوا عليها المكتب الجامعي المؤقت معناها وفي في التقرير المالي دونك ربي وفقنا مش نجموا نرجعوا المستشارين نتاعنا القدم اللي مشاو الكل حتى مستشار برا فما في الجامع ونجربوا معناها ونعاونوا نرجعوا لسلطة الشرف وزير شباب الرياضة في كمال نشوف وين نجمش يزيدنا في المنحة معناها ونشوف ونلقاو حلول مش نعاونوا زادة جمعيات اللي هما تعرف الظرف اللي تعدت به تونس الكوفيد اللي مع المستشارين معناها ما عادش خدمة بالكدا معناها كريس ايكونوميك اللي العباد ما عادش نجم توظف فلوسها معناها الجمعيات ولا حاجة دونك مدام ليلى معناها شخص كبير عنها ما باش قدامنا وان شاء الله ربي يوفقنا وكاوك باش نجم هو اهداف أهدافكم للفترة القادمة على المستوى القريب ثم على المستوى المتوسط والبعيد أكيد عندكم استراتيجية واضحة من أجل رسم الأهداف. عندنا ثلاثة نقاط. النقطة الأولى هي المشكلة المالية اللي قائمة الذات معناها وتعرف أنت المال وقوامه لا لازم نلقاو المال باش نجمو نخرجوا مشاكل معناها نتاع الجامعة مثلا عندنا حكام ما همش خالصين عنا دي سنتير ما همش خالصين معناها عنا مشاكل مالية نون سونس لازمنا نوفروا الفلوس باش نعطيو نخلصوا العباد ديجا فما بتاتر ناس خذينا معناها خذينا شجرة من عندهم طلع واحد وكلهم ما خلصناهمش معناها لي زونتربريز اللي لازمنا نخلصو هذوما الكل هذاك تاع المال بالنسبة ومن بعد بالنسبة عنا البرنامج الرياضي هو نشوفوا نرفعوا الديكسون تكنيك نتاعنا رجعوها على خاطر ما عادش فيها حتى حد الناس الكل مشيت غادر معناها فما كان ديريكتور تكنيك في راسه في لوحده دونك ما ينجمش يخدم الخدمه ديال الكل هذو فرق قوميه هذو عندنا مشكله قائمه الثلاث اللي ما عادش نعملوا في لي بري سيليكسيون تاع لي جون مثلا لي بري سيليكسيون تاع الصغيرات في الفرق القوميه مش موجودين احنا لمينا بنات شهرين وثلاثة التالي المكتب المؤقت الجامعي معناها ومشكور على هذا وطلبوا من وزير شباب الرياضه وعاوننا باش مشاو لبنيات جونيور لعبوا شامبيون افريك اوروزمون تكلاسيو في الفين وهل سون كاليفيي للمونديال اللي باش يصير في سلوفينيا في جوان معناها الحمد لله
دونك ماذا بينا باش نرجعوا معناها للفورماسيون ونرجعوا للي كلوب سيبليه معناها باش نعاونوا الجمعيات زادة باش نعاونوا الجمعيات الصغار اللي يعملوا في الفورماسيون هذوك لي كلوب فورماتور اللي يسميهم معناها لي كلوب سيبليه دوك باش نعاونوهم كما قبل ونرجعوا احنا قبل كنا بالنسبة للبنات مثلا نعاونوا الجمعيات ما نخليهمش يخلصوا لي ديسونس ما نخليهمش يخلصوا لي زونجاجمون اللي توا لي زونجاجمون ولاو يوصلوا من 3000 دينار حتى ل 8000 و 10000 حاجة كبيرة ياسر معناها دونك هذا بالنسبة فما نقطة مهمة مدام ليلى نقطة مهمة أنه أنتم توا دخلتوا بالنسبة باش تدخلوا على شانتي كبير خاصة القضاء على ظاهرة العنف اللي تفاقمت مؤخرا في القاعات وخاصة شفت العرس الكبير اللي كان بين الترجي والنادي الإفريقي للأسف يعني 10 دقائق ولا وشفنا أحداث العنف والشغب ومن ألطف الله يعني ما شفناش يعني يعني حاجات أخرى كما إصابات كانت 8 إصابات من جمهور النادي الإفريقي وكانت الحمد لله يعني لاباس ما نحبوش نشوفوا مثل هذه الرياضات والحديث هذه اللي قاعده تصير في قاعات احنا بالنسبه لينا احنا في كره اليد عمره ما صار شيء راهو هذه سابقه معناها احنا بالنسبه لينا احنا عمره ما صار في كره اليد شيء هذا انا ما نجمش ندخل في يعني ندقق في امور اللي من نجهلها فهمت بالنسبه للمكتب الجامعي المؤقت اللي هو عامل مجهود كبير وما جاوا ناس على كيف شهر رصت لهم اربع شهور باش يخدموا كل مشكورين دايوغ على هذا ناس يعني عملوا البرمجه نتاعهم ريقلوا امورهم كل ما يعرفوش كيفاش الشماريخ دخلت ما نعرفش معناها ما نعرفش مع الامن ما نعرفش معناها شنو اللي صار بالضبط احنا التو احنا كناش في الواجهه دونك ما نجمش نجاوبك على الشيء هذا على خاطر ما نجموش نعرفوا شنو اللي صار بالضبط احنا ماذا بينا ان شاء الله ما تتعودش هالامور هذيا وان شاء الله نسعاو باش ما تصيرش حاجات كيف هكا وان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا باش نحطوا ترينو على السكه ونرجعوا كره اليد للقمه نتاعها معناها احنا تعرف اللي 10 مرات ابطال افريقيا في الاولاد وثلاث مرات في البنات معناها واحنا الرياضه اللي تمشي للعالميه اكثر رياضه تمشي تشارك في البطولات العالميه هي كره اليد في تونس دونك ان شاء الله نرجعوا نحطوا كيما قلت لك الترينو على السكه ونرجعوا في الختام مدام ليلى شنو توعد عائله كره اليد؟ قلت لي سامحني في الختام شنو توعد عائله كره اليد؟ شنو توعد انتم كقائد بالنسبه لعائله كره اليد؟ والله انا نشكر سعد دابور نشكر الخيان والجمعيات اللي صوتونا حتى جمعيات اللي ما صوتوناش احنا جايين لهنا باش نوعد معناها الوقت ان شاء الله نكونوا عند احنا وعدنا ديجا عملنا الحمله الانتخابيه نتاعنا وحكينا عن النقاط هذوما اللي كنت تحكي لك عليهم معناها النقاط اللي حكيت لك عليهم هذوما الكل وعدنا الجمعيات وحكيناهم لهم باكثر دقيق وكل ان شاء الله ربي وفقنا وان شاء الله نجموا نرجعوا المستشارين انا عاود لك ديما المال وقوام الاعمال ان شاء الله نرجعوا المستشارين نتاعنا ونشوفوا مع نقدموا برامج للوزاره باش ما تزيد تعاوننا معناها في المنحه وتزيد تكثر لنا وان شاء الله باش نجموا نعاونوا الجمعيات باش نجموا نعملوا فورماسيون دي جون باش نجموا نرجعوا معناها الفرق القوميه نتاعنا الاقدار نتاعها ووقفتها معناها هذاك الكل دونك هذا ايش نجم نقول وان شاء الله ان شاء الله ومدينا احنا يدينا الناس الكل حتى الخيان معناها اللي قدموا رواحهم وما صعفهمش الحظ وما ترشحوش مدينة العائله الموسعه كرة اليد كل ماذا بينا الكل يمدوا ايديهم واحنا مدينا ايدينا باش نتعاون الكل هذه رياضه هذه تونس راي معناها تونس يلزمنا نعاونوا بعضنا ونقفوا مع بعضنا باش نخرجوا رياضتنا هذه المفضله من الضيق اللي هي فيه طبعا. وشكرا شكرا لك مدام ليلى الزراع عضو بقائمة السلاح كرة اليد كما يعرفوا أنه البارح تمت عملية الانتخاب ورسميا السيد كريم الهليلي رئيس جديد للجامعة التونسية لكرة اليد أتمنى يكون متواجد معنا رئيس الجامعة نظرا للالتزامات يعني الهاتف مغلق لرئيس الجامعة إن شاء الله يكون متواجد معنا في برامج رياضية أخرى مشكورة جدا مدام ليلى الزراع اللي أعطتنا أكثر تفاصيل وكذلك بعض الأسماء اللي خدمت في رياضة كرة اليد واللي أعطت رياضة كرة اليد إن شاء الله يرجع فريق كرة اليد مع قائمة الإصلاح برئاسة السيد
كريم الاهلاوي. مازلنا متواصلين معكم حتى للسته مستمعينا الكرام. نمشيو الفاصل الغنائي ثم نرجعوا في كلاسيكو المباراه بين الترجي ونجم الساحلي في 27 دقيقه لعب، والترجي مازال متقدم على نجم هدف مقابل صفر. استاد الحياه، استاد الحياه 36 بعد الاربعه مستمعينا الكرام، مازلنا مواصلين حتى للسته في استاد الحياه. أكيد متابعة للقاء الكلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي وضيف النجم الرياضي الساحلي. تقريبا وصلنا ل 36 دقيقة لعب، والتقدم دائما للترجي هدف مقابل صفر. هاو نذكر بتشكيلة الزوز فرق لمن التحق بنا على موجات إذاعة الحياة فهم. بالنسبة للفريق النجم الرياضي الساحلي، في المرمى جمال بن عيادة، جمالي، بوغطاس، كشيش، بوزرة، مبي، زدام، عبيد، كريستيو، وراقي العواني. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، تشكيله الترجي: دبشي في المرمى، بدران، شمام في المحور، امامهم كوليبالي في وسط الميدان، برمضان، شعلالي، شتي على الجهه اليسرى، الفياد على الجهه اليمنى، بوغرين كصانع العاب، وفي الهجوم ثنائي ايدو وايوالا. هذا بالنسبه لتشكيله الترجي الرياضي التونسي. ذكر أنه اللقاء الختامي خاصة في الدفعة الأخيرة ليجمع بين الترجي والنجم في ملعب رادس بحضور الجماهير، والتقدم للترجي هدف مقابل صفر. في البداية نرحب بالمحلل الفني سعلي خليل، مرحبا بك. مرحبا عبد الله، ومرحبا بجمهورنا جمهور الحياة، جمهور الرياضي على الحياة اف ام. أكيد تقريبا 37 دقيقة لعب، الترجي تمكن من افتتاح نتيجة هدف مقابل صفر، ولو أنه النسق ما زال مرتقاش لنيفو عالي. والله يا عبدالله توا عنا 36 دقيقة نتابعوا في المباراة. المباراة ما شهدتش فترات قوية، مباراة عادية جدا جدا جدا. نسق ضعيف، نسق باهت، فما برشا تقطعات، فما برشا نسق معناها متقطع ومتذبذب، برشا وقفين كورة، برشا الحكم يزفر ديما، مخالفات في وسط الملعب، ما ثماش ريتم بالكل. أول حاجة. ثاني حاجة، فرص واضحة متاع تسجيل ما ثماش من الجهتين، من جهة الترجي ومن جهة يعني أشبه فرص، باش ترى فرصة واضحة مخدومة صحيحة، حتى الهدف كرة عرضية جات من الترجي ضربت في مدافع من النجم ودخلت. يعني ما فماش كرة واضحة، ما فماش كليشي تكتيك واضح، ما فماش خدمة، ما فماش اوتوماتيزم، ما فما شيء. معناها محاولات فردية هاني تمشي ما بين الفرق، ما بين اللاعبين، فلا أكثر ولا أقل من جهتين. النجم الرياضي الساحلي دخل التشكيلة يلعب معناها بثلاثة في اللاكس ودوز أريير، يعني خمسة مدافعين، ثلاثة بيفوات ودوز اتاكون، يعني من الاول داخل يلعب معنا دفاعي، داخل يلعب دفاعي وعناصر عندهم معناها نزعه دفاعيه اكثر منها نزعه هجوميه. لكن الحاجه الباهيه في النجم اللي بعد ما قبل الهدف ولا ما عنده ما يخسر، رغم كونه لاعبين اختيارهم بشكل دفاعي، الا كونهم يطلعوا للمنطقه الترجي ويضغطوا ضاغطين في المنطقه على الترجي، والترجي حبذا الكيبه اللي تطلع له وتلعب له في المنطقه نتاعو، يدور في الكره من تالي بهدوء، وكره معناها جو لاتيرال برشا، كره عرضيات برشا، لكن من الناحيه الدفاعيه. لكن 30 متر الاخيره بتاع الترجي ضعيفه، ما فماش تغيير نسق سريع، ما فماش رابيديتي في 30 متر، ما فماش فيديسيون باهيه بالنسبه للترجي. معناها مباراه معناها انا ما شفتش ترتقي المستوى معناها تاع الترجي والمستوى تاع الكلاسيكو تاع النجم الرياضي الساحلي، ونستناه ان شاء الله معناها تتحسن النسق ويتحسن المردود وتجي الفرص وتجي من وراء الفرص الاهداف، خاطر 1-0 ديما نقولوا شويه شويه برشا برشا. معناها ما ما ما, ما الترجي كبير والنجم كبير، المفروض نراو برشا اهداف ونراو برشا فرص ونراو كره توصل للحارس، توصل مخدومه، مش تطيش كره كل مطيشه كيما توا قدام الكره طيش كره، توا جايبك بروفيسيونيل طيش كره كيكه، معناتها موفيس فينيسيون تاع الكره. هو انه فرصه للترجي بما انه الترجي في المركز الاول 10 نقاط، منافس الملاحق للاتحاد المستيري اللي تعثر وتعادل مع اتحاد بن قردين 0-0، وكذلك النادي الافريقي اللي انهزم يوم امس امام النادي الصفاقسي 3-0، يعني الترجي في صوره الانتصار اليوم
يزيد يعني الحظوظ نتاعو تكبر ولو انه مازال بكري على المقابلات. نعرفوا انه مازال لقاء فقط في بالنسبه لمقابله الذهاب ثم السلسله بالنسبه لمقابله الاياب، لكن الترجي يعمل خطوه كبيره. سالي، تعثر النجم الاتحاد الرياضي المنستيري امس مع بن قردان هو اللي اعطى اريحيه للترجي على مستوى النقاط. اليوم لما يكمل علاش تو الترجي يحافظ ويلعب بحذر شديد اكثر من اللازم، يعني يلعب بعقليه راضي الجعايدي المدافع بكل صراحه، يعني عقليه المدافع راضي الجعايدي مدافع ومعروف مدافع كبير انترناسيونال. الترجي يلعب بحذر كبير ويلعب التالي اكثر من اللازم حفاظا على النقاط وحفاظا، خاطر لو فاز اليوم على الترجي يكون قطاع شوط كبير برشا برشا في التتويج، لخاطر راهو هزيمه النادي الافريقي وتعثر الاتحاد الرياضي المنستيري ونادي صفاقسي وبن قردان ما عندهمش برشا نقاط محسوب، معناها ثلاثه وثلاثه سته نقاط فقط بالنسبه لنادي صفاقسي وثلاثه نقاط اربع نقاط بالنسبه لبن قردان، غير كافيين باش يكونوا معناها للمنافسه. الصراحه هما اللي حقيقه معناها توا ينجم يكونوا منافس الاول هو الترجي والمنافس الثاني هو الاتحاد الرياضي المنستيري. تعثر مستير اعطاه فرصه اكثر للترجي، ولكن مش تنحصر ما بين الزوز هذا من الحقيقه. انا راى ما بين الزوز هذا، خاطر المستوى اللي نشوف فيه نتاع النجم الساحلي ما كانش مستوى كبير. الافريقي ضيع مباراه الجمعه الفاتحه كونتر ضد الترجي، لو كان فاز وسجل ضرب الجزاء وراه ما يتعثرش ضد بن قردان ضد، لكن الله غالب ضيع ويعتبر لي ضيع الفرصه، ضيع فرصه معناها الظفر بالشامبيونات بالبطوله. فالنادي الصفاقسي منه المتعثر بن قردان متعثره، فتنحصر ما بين الترجي توا فافوري 70% 30% اللي قاعده الاتحاد الرياضي المنستيري. هو قراءتك سعلي البارح شاهدنا المباراه بين النادي الصفاقسي والنادي الافريقي، روح جديده وتالق نادي الرياضي الصفاقسي، يعني سيطره بطوله العرض عبد الله ما نغلطوش رواحنا. التالق ما يجيش في وسط الدوري في المباراه الثالثه والرابعه. التالق يبدا من بدايه البارح. ما شفناش النادي الافريقي البارح وما شفناش زاد النادي الصفاقسي في المباراه اللي قبلها. إيه نحكي على معناها انت تو ضيعت الفرصه وضيعت المنافسه وضيعت الملاحقه على الترجي وضيعت، معناها انت ضيعت انت راك ست نقاط راك تو نادي الصفاقسي تو عنده ست نقاط بن قردان اربع نقاط الكلوب قاعد في ست نقاط سبع نقاط او سبع سته معناها الوحيده معناها اللي ممكن تنجم تنافس النجم هذا الساحلي زاد معناها قاعده تو بخساره اليوم قاعده معناها في نفس النقاط خمسه نقاط فقط فغير كافي. ونحن اللي بداوا بالقداء ترجي على مستوى النقاط على مستوى الكوره على مستوى الفني مريناش كوره كبيره، والاتحاد المنستيري اللي عنده معناها يعني مستوى نتاع ثمانيه نقاط هي اللي معناها او تسع نقاط تو بالتعادل. فهمتني؟ هو تقريبا مازالوا دقيقتين على نهايه الشوط الاول، اللاعب مازال منحصر في وسط الميدان، ترجي اصبح يلعب على الهجومات المعاكسه للنجم الساحلي، مش يعني رجع في المباراه قاعد يهدد في دفاع الترجي، خاصه انه الاظهر بداوا يتسرحوا، الظهير الايمن والايسر بدا يشكل في خطوره، والترجي يلعب على الهجومات المعاكسه. ما تراش انه سعلي انه فرصه للترجي اذا كان يحب يضمن على المباراه يستغل الهجومات المعاكسه؟ والله الترجي قاعد يلعب الجير، قاعد معناها يجاري في اللعب ويجير لو جو وقاعد مستفيد، معناها ماهوش يضاغط ماهوش يتعب، مع يلعب بهدوء يلعب معناها ماسك بزمام المباراة، مكسر الريتم اكثر من اللازم معناها. والنجم الرياضي الساحلي معناها ما خسر شيء، لكن قاعد يحاول اقصى ما يمكن، فهمت؟ ولكن ماريناشي فرص، ماريناشي النجم الرياضي الساحلي توجع بمفهوم الكوره توجع معناها في الترجي، يعني في الاخر معناها تضيع الكوره سلبي، في الاخر ما تكملش الهجمه، في الاخر ما توصلش الهجمه باش تقولوا هجمه، اصلا ما فماش هجمه 30 متر تيرانيه ما فماش. ترجي كيف راه زاده حتى الترجي ماريناشي خلف الهدف ماريناشي هجمه معناها فما زوز فرص تاع شبه فرص
اما هجومات كامله تكمل معناها بطريقه جيده ما شفناش. فاللاعب محصور، ترجي يلعب التالي برشا، يلعب لاتيرال من اليمين لليسار، يدور في الكره التالي، يقتل في المباراه، يقتل في الوقت، فهمت؟ ما هذا هو، هذا اللي شفناه تو نحن اللي نقراه في اللي شفناه. أو باش نذكرك بالترتيب الصحيح سي علي، ترجي حاليا في المركز الاول يصبح 13 نقطه، المرتبه الثانيه للاتحاد 9 نقاط، المرتبه الثالثه كل من النادي الصفاقسي والنادي الافريقي بسبع نقاط، النجم الى حد الان يصبح قبل الاخير خمسه نقاط، واتحاد بن قردين بثلاثه نقاط. هذا هو معناتها بصراحه النادي الصفاقسي والنادي الافريقي ضيعوا المنافسه وضيعوا الالتحاق بالترجي. الوحيده اللي قاعده توا معناها تنجم تلتحق بالترجي الاتحاد الرياضي المنستيري، علاش قلت لك انا 70% بالنسبه للدوري للبطوله حسب المستوى اللعب وحسب معناها حسب معناها الاستعداد وحسب معناها اللي قاعدين نشوفوا في مستوى متواصل ومتوسط لكن متواصل الترجي، ثم ب 70%، ثم الاتحاد الرياضي المنستيري ب 30%. اللي مش يخلط تو، اللي مش ينافس تو، مش ينافس ومستير على الدرجه على المرتبه الثانيه. معناها اللعب الكل مش ولي محصور على المرتبه الثانيه، ومحصور معناها اذا فما امكانيه بتاع النادي الصفاقسي او النادي الافريقي او الالتحاق معناها بالاتحاد الرياضي المنستيري، فهمتني؟ والترتيب الثاني، اللعب على الترتيب الثاني. اما البطوله انا نتصور كونه الترجي معناها ماسك بالامور، مستوى مستقر في المتوسط، في المتوسطة، ما نقولوش مستقر في الجيد لكن مستقر في المتوسط، يعرف كيفاش يربح، يعرف كيفاش يجاري مبارياته. في حالته ضعيف يطلع بالنقاط، في حالته معناها باهي يطلع بالنقاط. الترجي قاعد يلعب بحكمة، ولكن ما بصراحة يعني ما فماش مستوى باهي كرة القدم التونسية. معناها هي البلاي اوف باهية، هي يجيب ستة احسن فرق باش يلعبوا معاهم، باش يطلعونا معناها الزبدة نتاع الكورة، باش يطلعونا أحسن مباريات، باش يطلعونا المستوى نتاع اللاعبين نتاعنا نتاع المنتخب. الحقيقة ما المستوى ضعف برشا، والمستوى هبط أكثر من اللازم. معناها لا قاعدين نشوفوا في الترجي، ولا نشوفوا في الإفريقي، ولا نشوفوا في النادي الصفاقسي، ولا نجم هذا الساحلي. هو في هذه الآونة الحكام نضال طيف يعلن نهاية الشوط الأول بيتقدم الترجي الحيني على نجم الساحلي هدف مقابل صفر. بالنسبه فما مقابله ترتيبيه اللي قاعده تدور حاليا، نعطيها ولا النتائج الحينيه. في 82 دقيقه لعب النادي البنزرتي مازال متعادل مع مستقبل سليمان هدف مقابل هدف، واتحاد تطاوين متقدم في 83 دقيقه لعب على مستقبل الرجيش بخمسه اهداف مقابل ثلاثه، يعني زوز مقابلات من اجل الترتيب النهائي للبطوله. والترجي الرياضي التونسي متقدم منذ دقيقة 12 بفضل هدف بوزرة ضد مرميه لاعب النجم الرياضي الساحلي. ما زلنا مواصلين معكم حتى للستة مستمعينا الكرام، نهاية الشوط الأول للترجي هدف مقابل صفر. نمشي والفاصل غنائي ثم نرجع مع بداية الشوط الثاني في لقاء الترجي والنجم الساحلي. استاد الحياة، استاد الحياة، ستة دقائق بعد الخمسة، مازلنا متواصلين معكم حتى للستة متاع العشية في استاد الحياة، ونقل متواصل للقاء الكلاسيكو بين الترجي الرياضي وضيف النجم الرياضي الساحلي. نذكر نهاية الشوط الأول بتقدم الترجي هدف مقابل صفر دقيقة 12 بوزرة ضد مرماه. نستغل الفرصة قبل بداية الشوط الثاني والعودة لنتائج يوم أمس بالنسبة لمرحلة تفادي النزول. أمل الرياضي بحمام سوسة كان انتصر على الأولمبي البيجي هدف مقابل صفر، وترجي جرجيس يكتفي بالتعادل الإيجابي أمام نجم المتلوي هدف مقابل هدف. الترتيب يصبح النجم المتلوي في المركز الأول بخمسة نقاط، الأولمبي البيجي المرتبة الثانية أربع نقاط، أمل حمام سوسة بثلاثة نقاط قبل الأخير، والمركز الأخير لترجي جرجيس بنقطة. سعلي مرحلة تفادي نزول، وخاصة أنه خطوة كبيرة للنجم المتلوي، تعادل ثمين جدا يعود به من جرجيس. عبدالله، بالنسبة لمجموعة تفادي النزول بصراحة الفرق الأربعة متقاربين، الخمسة أربعة ثلاثة واحد، يعني المتلوي عنده خمسة نقاط، باجي عنده أربع نقاط، حمام سوس عنده ثلاثة نقاط، جرجيس عنده نقطة. ولكن جرجيس لما تتعادل مع المتلوي
معناها يوريك كون الفرق الكل الأربعة متقاربة جدا. هنا التكهنات صعيبة جدا، أشكون مش يقعد أشكون مش يتيح. الآخر لحظة الآخر تصفيرة الحكم بالنقاط وبالجول أفيراج ستحسم هاتي المرحلة. فرحة صعيبة جدا، مرحلة صعيبة جدا. الفرق الأربعة متقاربين، الفرق الأربعة عندهم نفس الحظوظ، كل اللي عنده نقطة كل اللي عنده خمسة. هونتو ما نقولك جميس حظوظها كاملة في البقعة، ورغم هي الأخيرة بنقطة، لكن تنجم ترجع تجيب ماتش ولا اثنين ترجع تلقى روحها هي الأولى. يعني ما تسي ما تحسم، ما هي تحسم حتى شيء لآخر مباراة، خذ هذه من عندي آخر مباراة تحطوا فيه. أما معناها من مفهومة، على خاطر معناها كما يقولوا جرجيس توا تعادت هي المتلوي الأولى والأخيرة واحد واحد، يوريك التقارب متاع المستوى ما بقطع النظر عن نقاط، بقطع النظر عن نقاط. هو حتى المقابلة وصعيبة جدا، أصعب من البلاي أوف. مقدمة يعني المباراة القادمة أمل حمام سوسو وترجي جرجيس وصاحب المركز الأول نجم تلوي ضد صاحب المركز الثاني الأولمبي البيجي. إيه خذ لك مباراة كل ساعة حديدي. يعني الجمعة الجاية كي نجي نحكيه بعد المباراة هذوما مش تشوف معناها ترتيب آخر في الـ في الـ في الـ معناها ترتيب آخر في الـ فهمتني، مش تشوف معناها التقارب مش يتغير فيزيونومي كانوا مش تتغير. فهمني اللهم عاد كان المتلوي تفوز الوقت هذاك تولي عندها 8 نقاط، الوقت هذاك تكون عملت ترومبلان، عملت خطوه وبدات تسحب روحها شويه وبدات تمنع شويه معناها. هو الهزيمه ممنوعه لترجي جرجيس المقابله. اكيد اكيد جدا. يعني الكلام بنيت الكلام نتاعي على المستوى الفني المتقارب، لو جرجيس خسرت حتى ترجل في الـ في الـ في النزول. لا عم ما نتصورش كان جرجيس بالمستوى اللي نتبعوا فيه توا، ما نتصورش كان جرجيس تخسر المباراة القادمة. ان شاء الله مباراة صعيبة ولكن مش مستحيل. ان شاء الله ما يندموش على الزوز نقاط اللي ضيعوها ترجي هذه الجرجيسي. بالنسبة سالي فما مقابلة ترتيبية تلعبوا منذ قليل، نادي البنزرتي كان انتصر على مستقبل سليمان 2-1، واتحاد تطاوين انتصر على مستقبل الرجيش بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وهكا نهاية الموسم بالنسبة للأربع فرق هذوما بالمقابلات الترتيبية. هم لعبوا هذوما كملوا يلعبوا شكليا معناها ويحسنوا ويجربوا في الصغيرات نتاعهم، يجربوا في الدوزيام كيب نتاعهم، يجربوا معناها في يختبروا معناها في كل شيء معناها ويفوا بها، معناها مش خايبة راهو المباريات هذيا نقولوا نحن شكلية وترتيبية كل شيء، لكن بالعكس تعطيك فرصة معناتها ديف ماتش أميكو فري ديز اوفيسيال في شكل اميكو تلعب فيها وتجرب فيها وتشوف امكانياتك وامكانيات لاعبينك في شكل حقيقي في دي كونديسيون ريال في شامبيونا، مش بلي مش يكون ديما شامبيونا ديما منافسين وترتيب ما عنده قيمته. فمعناها استفادوا منهم في مشاركة وتشريك اكثر لاعبين وخاصة لاعبين ابناء النادي ولاعبين شبان، وهذا هي النتيجه معناها النتيجه هذه بتشريك اكثر عدد كبير نتاع لاعبين باش تفهم روحك انت الموسم القادم شكون مش تعود له شكون ما تعودوش شكون مش تعول عليه شكون كابابل شكون انكابابل شكون كابابل 70% شكون كابابل 50 شكون كابابل 80. فهنا هو التقييم في هذا، شكون يعطيك شوط باهي وما ينجمش يعمل ماتش كامل. معناها بالنسبه لليجون راهو يلزم معناها تاخذ الامور معناها بطريقه تكوينيه بعقليه تكوينيه، اما لكن في الملعب الجمهور ما يستناش تكوين، الجمهور يحب يرى روندمون، يحب يرى روندمون ويحب يرى ريزولتا. اكيد تبقى المقابلات الترتيبيه الشكليه اللي يعني خلينا نقولوا فما برشا اسماء من الصنف الاواسط اللي شفناهم بالنسبه للنادي البنزرتي اللي عاول على الشبان او مستقبل سليمان او مستقبل الرجيش او اتحاد تطاوين اللي قدم مستوى طيب هذا الموسم. عوده للكلاسيكو بدايه الشوط الثاني في 50 دقيقة لعب التقدم للترجي الرياضي التونسي هدف مقابل صفر، والترجي يدخل الشوط الثاني بالضغط من أجل تسجيل هدف الثاني والإطمئنان على المباراة، وفريق النجم الرياضي الساحلي يسعى من أجل تعديل النتيجة في مرحلة أولى. هذه فرصة للترجي ولا والكورة يقول حكم يقول يواصل اللعب، مازال اختار للترجي الرياضي التونسي من غلال الشعرية تمشي تماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. سالي فريق الترجي يدخل بقوة يحب يتمن على المباراة. عبد الله شبه فرصة لو انت عيدت فرصة، لكن شبه فرصة هو عودوها تاح وحده، يعني يدخل الكرة ما وصلتش للادفيرسي ما وصلتش لصاحبه وما عطاش باس باس اون روتري ما وصلتش
يعني ما ريتش فرصة، يعني ريت ممكن عدم استغلال الفرصة تدخل داخل 18 ما فماش اون بون فينيسيون، كاليتي جوار مش قوية ولا هذا، ما بصراحة ما شفنا منه حتى شيء صراحة. ماهوش هذا اللي مش يلعب مش ينافس لك الأهلي المصري، مش ينافس لك معناها الرسم التكتيكي يعني في الشوط الثاني كيفاش تراها الآن، ولا النجم الريدي الساحلي باش يغير من 3-5-2 إلى 4-4-2، كيفاش تراها الرسم نتاعو؟ وفي المقابل راضي جاد الترجي لأنه باش يبقى بنفس الرسم التكتيكي؟ ما غيروش عبد الله، ترى الإتوال تلعب 5 ديفونسور 3 في اللاكس 2 لاتيرو، وتلعب 3 بيفو 2 اتاكون، ما غيرتش حتى شيء، ما غيرتش في الرسم التكتيكي. الترجي يلعب 4-3-3 الأربعة مدافعين وثلاثة بيفوات نتاعها التقليديين بالرمضان غيلان واسمه وفهمتي، وثلاثة وزوز على الأطراف واحد اون بوينت، ما غيرت حتى شيء. لكن المشكلة مش هذا، المشكلة مش في الانتشار، المشكلة مش في الأربعة ثلاثة ثلاثة وأربعة الشكل، المشكلة أنت وين تلعب؟ فانا زون دو جو، فانا زون، قداش عدد تهاجم؟ الترجي ولو أنها أكثر هجومية لكن ما شفناهاش بكلها في الهجوم. تلعب بحذر شديد، ما ثماش كثافه كبيره، ما ثماش خروج كبير من اللاعبين على الاقل بلوك دو سيت وبلوك دو ويت البارتيسيب في الهجمه، ديما تلقى ثلاثه اربعه خمسه يكملوا في الهجمه، هذه غير كافي. يعني نحن هنا هذا هو اش معناها، نلعب اونيكيليبر ولا نلعب اون ديزيكيليبر؟ الاكيليبر هنا كونه هي ما تجازفش، نفس العدد نتاع المدافعين نفس العدد نتاع المهاجمين، ممكن اقل مهاجمين من المدافعين، ما تجازفش، ما تخرجش بستة وسبعة وثمانية مهاجم معناها في حالة الهجوم، يعني في الترانزيسيون اوفنسيف ناخذ ان بلوك دو ويت دو لاتيرو يخرجوا لي بيفوات، تخرجوا الناس الكل تخرج تشارك والكل تضغط، واذا ما وصلتش نكمل فوق الكرة في عين المكان، هذا مش قاعدين نشوفه فيه. هو ربما زاد سي علي انه كما تعرف انت النجم الرياضي الساحلي اللي تخلى على المدرب الاسعد جرده وقطيع بالتراضي، الى حد الان مازال ما نعرفوش المدرب الجديد للترجي، مع معلومات ومصادر مؤكده بيرترون مارشان ممكن باش يكون هو المعوض للاسعد جرده بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي، والى حد الان النجم الساحلي دون فرص تذكر في الشوط الثاني مع اول ركنيه في حدود 53 دقيقه لها. والله انا عندي راي اخر عبد الله، بكل احتراز وبكل ود وبكل روح رياضيه، معناها برتران مارشون انا شفناه في الشاب ما فماش اضافه كبيره، روجي لومير لو غران مسيو روجي لومير تعلمنا منه برشا، انا واحد من الناس نحترمه برشا خاطر تعلمنا منه برشا كي جانا في المنتخب وخلينا كاس افريقيا، تعلمنا منه برشا حاجات، ولكن ما عطاش اضافه في الراجل في الثمانين سنه ما عادش ينجم. انا الرا ليتوال توا في حاجه شديده واكيده بولادها، انا الرا عبد الرزاق الشابي، انا الرا احمد العجلاني، انا الرا برشا عندها برشا اسامي، ما نجمش ان ممكن ننسى بعض الاسامي فهمتني، لكن الرا في ولاده واحد يختار واحد من ولاده كيما عبد الرزاق الشابي مرشح جديد جدا وكبير بصراحه، ان الوقت توا باش ولاده يقفوا لها وباش هما يدعموا ولاده وباش يصنعوا فريق جديد، يعملوا ريكروتمونات جدد ويجيبوا انتدابات على مستوى عالي ويجيبوا ديز انترناسيونو. ما تنجمش تنافس الترجي وما تنجمش تنافس الرجاء وما تنجمش تنافس الاهلي المصري اذا ما تكونش عندك ديز انترناسيونو، لازم الريكروتمونات نتاعك تجي، واذا خذيت لاعبين من تونس لاعبين منتخب، تاخذ لاعبين منتخب من تونس باش تنجم تنافس، ما تنجمش تنافس بلاعبين في مستوى ادنى او دون المستوى نتاع الاخرين في مستوى اقل دي دوزيام، ما تنجمش. هذه فرصه للترجي، فرصه الهدف الثاني والحارس يطلق ويحط الكره في ركنيه، يعني الترجي شفنا هذه كره كملت على الاقل في المرمى وكملت بشوطه فهمتني، انتير فهمتني مع الجهه اليسرى كملت بانتير وغارديان عمل ان بوناري والاخر خرج الديفونسور خرج وربحت ركنيه الترجي، ولكن على الاقل هذه تتسمى فرصه، هذه كملت بتير، كان ينجم الحاجه غارديان ما ياخذها تجي في الفيلي ان بيوت، لكن هنا فرصه ما ريناش الشكل هذا بالكل، ما ريناش هذه ممكن اول فرصه في الشوط الثاني.
اكيد 55 دقيقة لاعب، هذه الركنية اللي فرصة لو كيما الركنية هذه ضايع كرة خارجة فوق المرمى بعيدة، ما مش حتى تير كادري، تير جد تات نون كادري. هو الحاجة اللي لاحظناها تو انه الى حدود 56 دقيقة لاعب فمش تغييرات بالنسبة للترجي او للنجم الرياضي الساحلي. من المفروض انه فريق النجم هو اللي بادر بالتغييرات باعتباره منهزم هدف مقابل صفر، ربما بعد مرور ربع ساعة لعب نشوفوا تغييرات من كلا الجانبين. الترجي مازال محافظ على نفس الرسم التكتيكي ولا التشكيلة الأساسية، والنجم الرياضي الساحلي مطالب بصنع اللعب، تسريع الكرة وتنويع في الهجومات إذا كان الفريق يحب يعدل النتيجة في مرحلة أولى، وإذا كان في مرحلة ثانية يحب يضيف الهدف الثاني. كما قاعدين نشاهدوا النجم قاعد يلقى في صعوبات كبيرة بالتدرج بالكرة من الدفاع للوسط الهجوم، والترجي الذي التونسي اللي أصبح يلعب على الهجومات المعاكسة. سالي شوف عبدالله، كرة متقطعة من الإتوال، كرة متقطعة من الإسبيرانس، كرة متقطعة من الإتوال، كرة متقطعة دي موفيس باس، معنى مستوى ضعيف جدا، وكرة محصورة في النص ما ريناشي ما التوى ما شفنا. انا واحد من الناس ما شفتش، ما نجمش نقول مستوى باهي، ما نجمش، ما رينا شيء، ما رينا شيء. كره محصوره، هاي كره لادفيرسير، بال لادفيرسير، هاي خذيت من الليتوال بالها ورجعت كره بال لادفيرسير الليتوال. معناها المستفيد الوحيد هي الترجي الرياضي، قاعد معناها يلعب قاعد رابح ويعدي في الماتش كيما يتعدى، يعطي زفر الحكم والسلام انه ربح، انا زيرو وإز شامبيون بالمستوى هذا. وممكن والتغييرات، اذا فما تغييرات في الترجي، خاطر الاتوال ما عندوش على البنك على تغييرات كبيره، معنا ما عندوش حلول، اما الحلول عنده في الترجي. الترجي ممكن مش يصير تغييرات اما وباش يجيب نفس جديد، اما الاتوال التغييرات اللي جبدها ايوا ما تغيير باش ممكن يزيد يسكر اكثر عرش. هو التغيير أول للنجم الرياضي الساحلي، ننتظر شكون اللي بشي غادر الآن لأسباب صحية، خاطر ربما اللاعب أصيب، ما شفناش اللاعب اللي غادر اضطراري اضطراري، يعني هذاك تغيير اضطراري إصابة اللاعب. بالنسبة قلنا سعلي أنه نقطة الإيجابية اللي لاحظناها توا هو الجمهور، إلى حد الآن جمهور الترجي روح رياضية كبيرة عكس اللي شاهدناه في منذ يعني يومين، ولا ظاهرة العنف في القاعة بين النادي الإفريقي والترجي. خفنا أنه يكون زاد اللقاء الكلاسيكو دون حضور الجمهور، لكن اليوم نلقاو المقابلة بالجمهور، وإلى حد الآن جمهور الترجي قاعد واعي مسؤول، ما فماش يعني خروج عن المطلوب، روح رياضية كبيرة. وذاك اش نحبوس عليه أنه كرة القدم غير جمهور ما نجموش نتفرجوا على الكرة. والله من الأسباب الضعف كرة القدم وضعف المستوى هو عدم حضور الجماهير، يعني نلعب بدون شاهد اللي يحل لكل مستوى، لهذا يعمل كيما يحب هو. توا رجع الجمهور ولا فما رقابة، الجمهور راهو عنصر رقابة، راهو سلطة، تحب ولا تكره سلطة، وأقوى سلطة على اللاعب، وأقوى سلطة على الفني المدرب، وأقوى سلطة على الإداري، ويحب يشارك لما يكون موجود، ما تنجمش تغرب عليه الحقائق، يكون معاين ويشوف لحظة بلحظة. وجود الجمهور هذا مش يرجع لنا شوية شوية المستوى، فرجاء نحافظوا على هالجمهور ونحافظوا على أكبر جمهور، نحبوا نزيدوه، نحبوا الراو رادس فيه 60,000، نحن عملنا ملاعب 60,000 باش تتعبى مش باش تقعد نصفها فارغ، عملنا ملاعب 40,000 باش تتعبى كيما سوسة مش تقعد نصها فارغ. معناها لو أول حاجة مداخيل مالية كبيرة هامة للنوادي باش نجم تصرف وباش نجم تجيب وباش نجم تجري، وثاني حاجة باش تحلو بصراحة الجمهور يعطي معناها دفع بسيكولوجي كبير برشا للاعب باش عن ديباسمون دو سوا، عن ديباسمون دو سوا، يتجاوز نفسه، يعطي أكثر من إمكانياته، يعطي أكثر من الحمل نتاعو. الفرنسي يقول أن ديباسمون دو سوا، معناها شنو معناها؟ معناها أن نعطي 100%، اليوم مش نعطي 105%، تجوزت روحي. هذا الركور، هذا الامتياز، هذا الحاجة اللي كيما قاعدين نشاهدوا الصور الجماهير ونعطيو صورة إيجابية عكس الصورة اللي شفناها. هذا هو تو ما عندناش حتى خيار، تو يلزم في تونس الناس تتعلم، وزاد فما مونك دو كوميونيكاسيون. والأسباب سالية، أسباب ظاهرة العنف. مش جابك، مش جابك. فما أول حاجة لا كوميونيكاسيون، التواصل. الإذاعة والتلفزة والتلافز راهو رسالة تربوية، يلزم توصل للجمهور يعيشكم.
راك فاهم، راك جمهور واعي، راك جمهور قاري، راك يزمك تحافظ باش انت تدخل نهار كل نهار حد للملعب وتتفرج وتشيخ وتعيط وتعمل الديفولمون. علاش عامين توا مسكرين على رواحنا؟ تحبوا نستمروا هكا يا شباب؟ كان تحبوا اوكي، كان ما تحبوش يا اخوي خليك مؤثر، خليك معناها ايجابي، خليك عندك طاقه ايجابيه تحطها. علاش معناها علاش معناها نفزدوا على رواحنا؟ هاتوا كيما اللي صار هذيا توا نتاع في مباراة النادي الافريقي والترجي في كرة اليد في قاعة ضيقة، ناس تغزر لبعضها وشماريخ وضرب، معناها حاجة معناها تولي تخلي الداخلية اللي هي أكبر سلطة تقول أخوي ما تنجمش أنا نغطي وما نجمش أنا نحرس الأمن، والوقت هذاك تولي تفرض عدم حضور، معناها حضور الجمهور، وتفرض 20% بركة، وتفرض اللي تحب عليها هي، خاطر انكونترولابل القاعة كي تتعبى ما عادش حتى لا داخلية ولا غير داخلية، وحتى تجيب الجيش والداخلية ما ينجمش. وتعرف انت الكورة اول حاجة في الكورة هي سلامة اللاعبين والإطار والإداري والفني والجمهور، سلامة اللاعبين هو قبل الرياضة. فرجاء معناها نكثفوا من الحملات التوعوية للجمهور وللجماهير وللشباب، صحيح تعمل ديفولمون، صيح، عيط، غني، ولكن ما تتجاوزش الأخلاق وما تتجاوزش وما نضربش وما نرميش. شنو بلاش شنو بلاش شنو ربحت انت شمروخ؟ شنو ربحت؟ شنو اللي عملته؟ وزيد يمشي من جهة لجهة ويضرب عباد ويحرق عباد، شنو اللي عملته؟ شنو اللي ربحت؟ شنو هي المتعة اللي كسبتها؟ وقت اللي الجمعة الجاية ممكن تولي تتعاقب الجمهور نتاعك باش يقعد سنة كاملة ما بدون حضور جمهور، شنو ربحت انت؟ وشنو الذنب زاد سعلي بقية الفرق الأخرى إذا كان المقابلات الكل نواصلوا فيها من غير الجمهور؟ شنو الذنب؟ شنو الذنب نحن ساعة في التنافس؟ شنو الذنب الفرق الأخرى؟ وشنو الذنب بالمستوى كرة اليد؟ وشنو الذنب بمستوى كرة القدم؟ توا نحن نذموا ما لقينا ما نشكر يا عبد الله في مباراة كلاسيكو من أكبر فرق في تونس إن الترجي، ما لقينا ما نجدوا ما نشكر، ما لقينا نحب نشكر، نحب نقول كلمة إيجابية، ما لقيت ما نقول. شو بنا نحن باش ما ذنبنا رانا نشكر وبرافو ريتم قوي والله فرص والله صح، نلقاو ما نتحدثوا، ما لقينا ما نتحدثوا، خاطر مستواه بط برشا رغم رجوع الجمهور، الا كونه المستوى مازال ما ارتقاش للجمهور اللي جاء باش يمتعوا باش يفردوا باش يشوفوا. لو تصور الجمهور اليوم على اداء ترجي غادي اكيد فاضح بثلاثة نقاط، لكن كمستوى يقول لك يا اخويا من بعد مش نلقى فرق اخرى قويه، مش نواجه فقط هذه مش نقابل بها انا الشامبيونز ليغ، وهذاك علاش خرجنا؟ يقول لك علاش خرجنا؟ حال الظروف هذه هو الترجي حتى الهدف نتاعو الاساسي هو رابطه الابطال الافريقيه اللي خلينا نقول منذ سنوات التراجع المردود للترجي اللي كان قبل الترجي اذا كان في اسوء حالاته هنا هزم الادوار نصف النهائي اصبح يخرج من دوري المجموعات. هذه نقطة استفهام كبيرة، هذه كارثة، هذه المشكلة، هذه المصيبة توا، لأن نخرجوا من الأدوار الأولى، ما عادش نخرجوا بالفينال والدومي فينال، نخرجوا مع فرق بسيطة، فرق من الأول في البداية، هذا هو اللي يخلينا معناها نقول وبالحق وهذا هو مستوانا منين، ما عادش مستوانا الباهي لأهلنا، فهمتني؟ وزي برشا عناصر أخرى، برشا عناصر أخرى، توا الفرق الجزائرية العامين هذوما فوجوا علينا برشا، خاطر الدوري التونسي نتاعنا كله فرق اللاعبين جزائريين، هما يتحسنوا نحن نرجعوا بالتوالي، هما يتحسنوا فماشي لاعب تونسي يلعب في الجزائر. وذاك علاش فماشي لاعب تونسي، ممكن في الدوري الليبي نحن حاضرين على برشا لاعبين يلعبوا في الدوري الليبي، أما بالنسبة للدوري الجزائري ما فماش تونسي يلعب في الدوري الجزائري. وهما معناها نسبة كبيرة منهم يلعبوا في الدوري التونسي. القانون نتاع الجام استفادوا به يعني الفرق العربية جزائر ليبيا مصر، والقانون التونسي ما استفادوش به اللاعبين التوانسة، بما أنه زاد تراجع مستوى تونس ما تراجعش عليه أنه يجب تعديل وإعادة هيكلة القوانين بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم. والله هي 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 ما تنجمش على المستوى الاحتراف أما فما دي كونسيني فما بعض الملاحظات وبعض الفلاش الجامعة ما فماش كومينيكاسيون ساعة الجامعة والمدربين والإدارة الفني نتاع الممتاز ونتاع الدرجة الأولى لخاطر وما بين الرؤساء زادة خاطر زادة فما جانب كبير الرئيس هو اللي يعمل ريكوتمونات سي عبدالله توا ما عادش الفنيين يعمل هذاك علاش توا مصيبة
جي رئيس نادي، جي للسمسار وجي للوكيل اعمال وتنادي وجيب لي فلان واعطي لي فلان وحي لي فلان وجيب لي فلان، وهو يتعاقد. ما عادش الفني هو اللي يتعاقد ويتحمل مسؤوليته في تكوين الفريق. والناس تحاسبه ساعه، نحن ما نحاسبوش. انت حتى المحاسبه ما عادش موجوده، ما ثماش مره لينا مثلا حتى في الجيسكا. شكون عمل عاد شكون جاب شكون قال، ما فماش محاسبه بالكل. الناس مش قاعده تحاسب. شكون بدا بها الجمعيه؟ شكون جاب الانتدابات؟ شكون عمل اليوم الاستعدادات من الاول؟ شكون اللي حط الترانسفير اللي راي؟ هذا مسؤوليات من هما، شكون يجاوبني عليهم؟ هل ينجح؟ بارك الله فيك، من اجتهد ومن اجتهد وصاب فله اجران، ومن اجتهد ولم يصب فله اجر واحد. ماناش مش نذمه، اما زاد للمسيء اساءت والمحسن احسنت. هذه كيفاش ترتقي الكره؟ خاطر هي كومبيتيسيون، منافسه. انت صحيت وانت راك المره الجايه يعرض لك اخدم المره الجايه. نحن مش غادي يصير هذا الكل، وهذاك علاش الكره قاعده تتدهور بشويه بشويه. ناس تعمل اخلاط ويصحوا في التلافز يشكروا فيهم وهم عاملين كوارث في النوادي، وناس تخدم وتجتهد وتجتهد ناكرينهم. هذا يبقى للمراجعة. مازلنا مواصلين معاكم، نذكر 67 دقيقة لاعب الترجي متقدم على النجم هدف مقابل صفر. نعمل ترتيحة مع الموسيقى ثم نرجع ونكمل في البلاتو. استاد الحياة، استاد الحياة، برنامج أسبوعي نتناول فيه أخبار الملاعب وجديد عالم الرياضة، أخبار الشبيبة والرابطة الثانية والأولى، نتائج الدورية المحلية والبطولة العالمية، وآخر أخبار النوادي والفرق التونسية في مختلف الاختصاصات. هذا الكل في استاد الحياة.